طيب نروح بقى للسوم، والحقيقة قدرت مصر ان هي تحقق 3 ميداليات متنوعة ببطولة مستر اولمبيا للسوم واللي اقيمت بالولايات المتحدة الامريكية. حقق طبعا الميداليات كل من عبد الرحمن شعلان المركز الاول والميدالية الذهبية في الوزن الثقيل، وكمان حقق فتحي محمد المركز الاول والذهبية في وزن تحت 115 كيلو، بينما بقى حقق محمد البصيرة المركز الثالث والبرونزية في الوزن الثقيل. وعلى هامش فعاليات البطولة اتفق طبعا مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو على توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس الاتحاد الياباني للجودو، وذلك في إطار خطة التطوير والبناء للاتحاد. يعني الحقيقة خطوة رائعة جدا ان احنا دلوقتي بننافس في العاب مختلفة مع دول رائدة فيها، اكيد خطوة كبيرة جدا نكون كذا دولة رائدة في رياضة معينة، يمكن زينا احنا مثلا في الاسكواش ومصر طبعا. تدخل في اللين بتاع المنافسات بتاعة الدول دي. اكيد هنشوف خلال الفترة المقبلة بطولات اكتر واكتر في يعني عدد كبير من الرياضات المختلفة.